وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ عماد الدين، برحب بحضرتك. وكان صوت فلسطين هو خير ما بدأ إفطار الأسرة المصرية اليوم، كيف نظرت إلى ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وكل المصريين بخير. حضرتك بخير. البداية الفلسطينية لحفل إفطار الأسرة المصرية هي إشارة، رسالة، رمز، موقف لأن المصريين مع من أصغر مواطن إلى أعلى مسؤول هو رئيس الجمهورية، مرورا بكل أفراد المجتمع، هم مع الشعب الفلسطيني في محنته، هم الأخ الأكبر، المؤازر الأول، الداعم، المساعد، المتمسك بهذه القضية. وأظن أنه هي كانت إشارة في غاية الأهمية، يفترض أن تصل لكل من يهمه الأمر في أي مكان، أن المصريين وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني، وستظل تواصل هذا الموقف إلى أن يتحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولتي على حدود 67 وعاصمة القدس الشريفة. فبالتالي هذه الرسالة في غاية الأهمية، ويعني تحية لكل من فكر وصمم وهندس هذه البداية. نعم، بصفة حضرتك أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، تطرق السيد الرئيس خلال كلمته إلى مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تخطت 90 توصية أو 90 مخرج، والتي قدمها له الأستاذ ضياء رشوان. اهتمام السيد الرئيس بذكر الحوار الوطني في معظم المحافل وعدم إغفال الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، كيف تنظرون إليه؟ هذا التطور في منتهى الأهمية. أذكر حضرتك أولا أحييك على السؤال، لأنه بالفعل كان ملفتا للنظر في كلمة الرئيس في حفل أداء اليمين، أو حينما كانت هناك مناسبة أداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي في مجلس النواب الجديد، أنه جعل الحوار الوطني في المرتبة الثانية مباشرة بعد الهدف الأول، وهو صوغ الأمن القومي المصري، أو صون آسف صون الأمن القومي المصري. ده كان نمرة 2، ودي دلالة مهمة، حتى جاء الاهتمام بالحوار الوطني جاء قبل الأزمة الاقتصادية وقبل قضايا أخرى كثيرة. وبالتالي واليوم حينما يكون الجزء الأكبر من الحوار في كلمة الرئيس مركزا على الحوار الوطني، هي دلالة مهمة جدا جدا، ينبغي أن تجد الترحيب والتقدير من كل الجهات، لسبب بسيط، ان استمرار الحوار الوطني، ان الانفراج التي تشهدها مصر مؤشر مهم. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، النهارده من يتامل شكل النهارده اول حاجه نقطه مهمه على مستوى الشكل، ان القاعه مش قاعه واحده، قاعتين، في قاعتين للناس، امتلأت قاعه فامتلأت ثم القاعه الثانيه، عدد الحاضرين مضاعف السنوات الماضيه، والأهم ليس العدد، الأهم هو من الذي حضر، كل المصريين، كل ممثلي الشرائح. نعم، هذا التنوع أستاذ عماد، هذا التنوع والعدد الغفير من كل الذي يمثل كل أطياف المجتمع المصري، سواء كانوا ساسة أو إعلاميين أو رموز كبيرة في المجتمع، أو حتى من عموم الشعب المصري، ما الذي يمثله هذا الحضور؟ كيف يعبر عن الصورة التي يريد السيد الرئيس إرسالها؟ الحضور اليوم هو بلا مبالغة كل فئات المجتمع المصري كانت موجودة، ما عدا الذين لا يؤمنون بالدولة المدنية ولا بالدستور. فيما عدا ذلك أنا قابلت كل رؤساء الأحزاب المعتدلة منها والمتشددة، رموز سياسية كثيرة جدا، شخصيات لها مواقف مختلفة تماما مع الحكومة المصرية وبعض السياسات المصرية، من كل الفئات كما تتخيل، كلهم كانوا موجودين النهاردة وفي مشهد شديد الأهمية وشديد الرمزية. وهو رسالة مهمة، أنه في النهاية الرئيس قال كلمة مهمة النهاردة، أن الصف الوطني يتسع للجميع، وبالتالي هذا شيء في غايه الاهميه ورساله للمستقبل،
ان الجميع مرحبين بغض النظر هو مؤيد او معارض، هو يقف في هذه الجهه او تلك طالما انه تحت سقف القانون والدستور. نعم. ده تطور مهم، واظن هو يكمل فكره الحوار الوطني، لانه ده اللي تم في الحوار الوطني بالفعل، انه الناس قعدت تتناقشت تجادلت وصلوا لتوافقات، وكان العنوان الرئيسي البحث عن مساحه مشتركه. النهارده كان الترجمه للمساحه المشتركه. دعني أسألك هنا أستاذ عماد، يعني هل الانفراجة الاقتصادية التي تشهدها البلاد هذه الأيام يرجع الفضل فيها لمخرجات الحوار الوطني؟ الانفراجة الاقتصادية يعني حتى أكون موضوعيا المسؤول عنها مجموعة من الأشياء، يعني الحكومة لعبت دور. نعم. الحوار الوطني لعب دور في النقاشات. دور السيد الرئيس شخصيا في علاقاته القيادية خصوصا مع دولة الإمارات، الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، المجتمع المصري بأكمله لعب دورا مهما في هذا. نعم. الأمر، والأهم أن يواصل لعب هذا الدور حتى يعني تنفرج الأزمة الاقتصادية من جذورها وليس فقط فيما يتعلق بأعراضها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.